في ظل التطور التقني الذي يجتاح حياتنا وسهولة وصول الأطفال لشبكة الإنترنت والمنصات الرقمية المختلفة، يتطلب الأمر مراقبة أبوية حثيثة لتقنين استخدام الأطفال لمثل هذه المنصات. التقينا بعائلة السيد صالح الظاهري لنعرف المزيد حول موضوع الرقابة الأبوية على شبكات الإنترنت. في بعض الأحيان في برامج مثلا هم يحبون يدخلون في الألعاب مثلا، فمن ضمن البرامج هذه تدخل البرامج سيئة، يعني غصبا على الشخص أنه يشوفها، فيوم يشوفون هذا الشيء نحن معلمينهم مثلا إذا يشوفون لقطة نعلمهم مثلا غير مناسبة من ناحية الأخلاقية، على طول أعلمهم غض البصر، على طول من تشوف الشيء غض البصر، يوم يجينا مثلا مغمض يراوينا الشيء فنحن نقوم نمسحه مثلا، هذا بابا ما بزين، هذا ما من عاداتنا وتقاليدنا، فنربي فيهم العادات والتقاليد لأجل أنه يكون ينشئ على هذا الشيء. طبعا في هالفتره احنا ما نقدر نمنع الاطفال نهائيا عن التكنولوجيا، بس لازم تكون فيه رقابه وفيه حدود. يعني مثلا اضعف الايمان اليوتيوب، الاطفال ابدا ما يستغنون عن اليوتيوب، فمن الشروط اللي مثلا وضعتها في البيت ان الطفل ما يطالع اليوتيوب الا عن طريق التلفاز اللي موجود في الصاله، بحيث ان الجميع اللي موجودين في البيت يراقبون ويقدرون يشوفون شو المحتوى اللي الطفل ياسي يتابعه. كذلك عندك اليوتيوب سلاح ذو حدين، يعني منه تعليمي ومنه يعني أشياء غير مفيدة للأطفال، فعن طريق الروابط اللي حتى تبعثها المدرسة أسيفها عندي وأخليها مثلا ما تقولين يتابعونها ما بين فترة والثانية. أستخدم الإنترنت، ألعاب تعليمية، برنامج القراءة، ذكاء اصطناعي، ورشات مثل نسم للعين، نسم مصباح النهار، وبعد استخدم حق أشياء كثيرة نسم مايكروسوفت تيمز اللي أنا استخدمه حق المدرسة، يعني مثلا يوم يكون في امتحان أنا استخدم هذا، يوم يكون نحن نكون أونلاين أنا استخدمها عشان أدش الحصة، فهذا هو الأشياء اللي أنا استخدمها. أنا لو شفت ربعي يأخذ الإنترنت غلط أنا أصير أساعده أو أسأل الكبار، أو أنا لو أعرفه بساعده، لو ما عرفته أخبر وضعه يساعده.